بصفة عامة ما يميز الحصيلة هو يعني الاستمرار في تحقيق المؤشرات الجيدة، بحيث أنه إلى حد الآن يعني الجهة تمكنت من أن تتبوأ المراتب الأولى على مستوى جميع المؤشرات وجميع الأصعدة. هذا يرده إلى حرص الأكاديمية على تحقيق توازن بين جهتين سابقتين التي اندمجتا في جهة واحدة، هما جهة رباط صلاة زمور زعير سابقا، والغرب الشاطئ بن حسن كذلك سابقا. إذن كان هدفنا هو أن نعمل على تحقيق يعني الموازنة المجالية بين الجهتين. لماذا؟ لأن الجهة الغرب الشاطئ بن حسن كانت مؤشراتها بنظر الطابع القروي كانت مؤشراتها مؤشرات اللي هي نسبيا قل من مؤشرات جهة رباط صلاة زمور زعير. إذن هذا واحد الهدف اللي حققناه لأنهم اشتغلنا عليه منذ سنة 2016، وبالفعل يعني وقفنا على حسنة الجهة المتقدمة، وقفنا على فلسفة هذه الجهوية الرامية لتحقيق هذا التوازن بين الجهات لكي تكون هناك يعني مؤازرة بين هذه الجهات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحصيلة وهي أنه تقدمنا كثيرا في تحقيق نتائج المشاريع ذات الأولوية الملتزم بها أمام صاحب الجلالة، منها المدارس الجماعاتية، منها الدعم الاجتماعي، التعليم الأولي، التوجيه التربوي، مسألة رياضة ودراسة، يعني كل ما له علاقة بتحسين المؤشرات. وبالفعل يعني بدأت المعالم الأولى لتنزيل جيد للقانون الإطار من خلال الارتقاء بالنموذج التربوي، وكذلك من خلال مجموعة من الأورش التي نشتغل عليها. إذن هذا هو ما يميز بصفة عامة حصيلة السنة اللي هي كانت كيف ما قلنا حصيلة جيدة. وبطبيعة الحال كان من الضروري أن نواصل يعني في نفس الاتجاه في اتجاه 2020، حيث رصدت الأكاديمية ميزانية تقارب 2 مليار درهم من أجل مواصلة الأوراش، سواء تعلق بالبناءات المدرسية والتأهيل والإصلاح والدعم الاجتماعي وتوفير كل الخدمات الضرورية للتلاميذ. من خلال مكونات الحصيلة العامة التي قدمت للمجلس الإداري المنعقد في الأسبوع المنصرم، فإن حصيلة مدينة يعني الجهة الخاصة بإقليم القنيطرة هي إيجابية ومتميزة. فمن حيث مكونات البنيات المادية فقد تم يعني الانتهاء بشكل عملي وكلي في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، وهو مخطط تطلب من الأكاديمية مجهودات استثنائية وجبارة منذ 2015 وإلى حدود 2020. ونتيجة العمل الدؤوب والأهمية اللي تعطل هذا المخطط، اعتبار أنه قد وقع أمام أنظار صاحب الجلالة فلقد انتهينا منه، وعلى إثره سيتم إضافة 23 مؤسسة تعليمية جديدة، بالإضافة إلى القضاء على عدد لا يستهان به من حجرات المبنية بالمفكك، إضافة إلى توسيعات همت مجموعة من المؤسسات التعليمية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.